مفاجات كبيرة من حارس من فريق شبيبة الثورة، خطيرة هذه كرة نمديل يراوغ نمديل، ماذا هناك؟ ما فيش خطأ، يقول الحكم ما فيش خطأ، نمديل الذي راوغ كثيرا، هو المؤذن راوغ، توغل المؤذن، اعتقادي ما فيش خطأ. ردد بالنسبة لي الحارس ثم الخروج عدادي، بوني نفذ هذه الكرة في نقطة في ضربة الجزاء، أخذ ورد داخل منطقة عمليات، طريقة السقوط عدادي